هذا فندق هارموني، فندق 5 نجوم على حسب التقييم يعني. هذه منطقة اللوبي في فندق هارموني، فندق ما شاء الله مزدحم بالحجاج خصوصا من أفريقيا ما شاء الله. فندق يعني تصنيفه في جوجل ماب، أنا دائما أطالع في جوجل ماب ما أطالع المواقع الثانية، فهو مصنف على أنه 5 نجوم مع أنه في الصف الرابع والأخير. الصف الرابع طبعا اللي هو خلاص مطل على اللي هي طريق الدائري الأول، طريق الملك فيصل. هذا هو طريق الملك فيصل في هذه الناحية، شايفين؟ هنا عندنا منطقة الأكشاك، صورناها لكم أكثر من مرة ما شاء الله. في حجاج من المغرب، في حجاج من الجزائر يظهر، في حجاج من السنغال ما شاء الله. هذه منطقة الفندق، فندق المدينة هارموني في الجهات الشمالية، المركزية الشمالية، تمام. خلينا ندخل مرة ثانية ونطلع من الباب الثاني عشان تعرفوا نحن وين موقعنا ما شاء الله. هذه الجهة الثانية، هذه الجهة مغلقة لأنه في عمليات صيانة، فحنضطر أنه نمشي من هذه الجهات. عشان بس تعرفوا موقع فندق هارموني، هذا هو طريق الملك فهد، هذه المنطقة المعروفة اللي فيها الأكشاك، خلف فندق المدينة كونكورد في هذه الجهة، هذا فندق دار الهجرة، خلاص بينهم الفندق اللي في الجهات الخلفية، يعني يعتبر من فنادق الصف الرابع تقريبا. عموما ما يضيع المكان، هو على الجهات اللي هي الجهات يمين القبلة، يمين القبلة طبعا في الجهة العكسية، جهة عكس القبلة، لكن أتكلم الآن احنا بما أن وجهنا باتجاه القبلة بهذا الاتجاه فهو على اليمين، يعني الجهات الشمالية الغربية، تمام. جهة دار الإيمان انتركونتيننتال، وجهة أنوار المدينة موفنبيك، وهذه الجهة. فالآن في حجاج كثير، فما وجدنا إلا غرفة سريرين، غرفة صغيرة للأسف، مع أنه مصنف 5 نجوم، ما أدري كيف الغرف عندهم صغيرة، أنا ما أعرف في النظام. هذه دورة المياه، حمام بانيو. طيب خلاص، بالنسبة للأسعار، الأسعار تبدأ بحدود تقريبا 480، هذه للغرفة الثنائية. الغرفة الثلاثية والرباعية تقريبا سعرها موحد، سعرها حدود يعني حدود 600 ريال، أقل من 600 ريال، لكن زي ما شفت الغرف شوي صغيرة، فيرجى التنبه.